إزاي؟ كورس متكامل عن التغلب على صعوبات تعلم اللغة الإنجليزية. مستغربة ليه ابنك أو بنتك لحد دلوقتي مش بيعرفوا يقروا أو يكتبوا كويس؟ كم مرة حاولتي تتكلمي فيها بالإنجليش ولقيتي نفسك خايفة أو مش عارفة؟ طيب فكرتي إيه السبب؟ 7 حلقات شاملة هنتعلم فيها إزاي نتغلب على تحديات تعلم اللغة الإنجليزية، إزاي يتعاملوا مع اللغة التانية أو مع الأطفال اللي ما عندهمش دراية أو علم باللغة التانية، نعلم أطفالنا تمييز الأصوات وأشكال الحروف، قدرة الطالب عندي إنه يشوف الحاجة بطريقة صحيحة، وكيفية التمكن من كتابة وقراءة موضوع باللغة الإنجليزية. كل ده هتعرفوه في برنامج إزاي، معاكم ربا سعيد مدرب تنمية مهارات ومدرس لغة إنجليزية. في إزاي من الأحد إلى الخميس الساعة 11:30 مساء على مدرستنا واحد. مدرستنا، المستقبل يبدأ الآن.